السلام عليكم، ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه اخبار المذاكره؟ ازيك يا جيهان؟ ازيك يا يحيى؟ طيب يا جماعه بليز نعمل ميوت. مساء الخير يا جماعة، إيه الأخبار؟ السلام عليكم. إزيك يا أنس؟ إزيك يا آدم؟ إزيك يا محمد؟ مريم؟ إزيك؟ أخباركم إيه؟ جيهان؟ إزيك؟ يحيى؟ لوجين؟ إيه أخبار المذاكرة؟ طمنوني. الحمد لله، الحمد الحمد لله. لله. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن السبيد. حد يفكرني كده، السبيد إيكوال إيه يا جماعة؟ سبيد ايكوال ايه؟ سبيد how to know what's equal to speed؟ مريم احنا يا مريم محدش فاكر؟ احنا قلنا السبيد ايكوال ايه؟ distance صح؟ divided by time صح؟ صح كده؟ حد يا جماعة يرد عليا بليز، احنا لازم انتراكت مع يس بعض. اوكي، أستاذ. محدش يكتب يا جماعة حاجة، وأنا بكتب محدش يكتب حاجة، أنا ببعت لكم النوتس ديت دي بتاعتكم. اوكي؟ وهبعت لكم كمان اكزامبل يعني ايه اكزامينيشنز واكزامبل على الكلاسيفيكيشنز بتاعتنا من غير ما حد يكتب حاجة، أنا عايزكم بس تركزوا معايا. اوكي؟ و لما اجي اسال سؤال تجاوبوا عليا. طيب لو قلنا يعني ايه كلمه سبيد، لو يعني ايه قلنا سبيد؟ سبيد يعني ديستنس. ايوه، ديستنس كفرد ان تايم. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي كار ماشيه سبيد ايكوال تو 100 كيلومتر بير اور او ان اور. يعني ايه؟ يعني ايه الكلمه ديت؟ حد يقول لي يعني ايه الكلمه ديت؟ يعني ايه؟ يعني every، صح كده، every 1 hour this car، ايه اللي هيحصل فيها؟ this car will move 100 كيلو صح؟ طيب طب لو قلنا السبيد 100 كيلومتر in 1 minute، 100 كيلومترز in a minute. انا بقول speed equal 100 كيلومتر in 1 minute. يعني ايه؟ طيب لو يبقى going to divide 100 by 1. يبقى انا عشان اعرف السبيد in hour عشان في السبيد ان اور يبقى هعمل ايه؟ مستر ايوه هنعمل minutes multiplied by 60. multiply by 60 ازاي؟ تاني ال minutes. لا انا بعمل ريكوردنج يا جماعه، هبعت لكم ريكوردنج. ديفايد، فيري جود. ليه ديفايدد؟ لا احنا عارفين ان 1 اور ايكوال هاو ميني مينيت. 1 اور 60 مينيت ايكوال 60 مينيت، فيري جود. يبقى لما اجي احول 1 اور ايكوال كام؟ 60 مينيت صح؟ اوكي، يبقى in 1 minute 100 كيلومترز in 1 minute، يبقى in 1 hour equal قد ايه؟ 6000. very good، عملت ايه؟ very good، يبقى السبيد equal 6000 كيلومتر. يا جماعه please don't record، I am recording، don't ask for record. 6000 كيلومتر
باسم don't ask for recording again يا باسم please. 6000 كيلومتر in what in hour. اوكي اوكي تمام. طيب لو انا عندي جراف بالشكل ده ده اسمه ايه اكسس ده اسمه ايه اكسس ده اسمه ايه اكس اكسس اكس اكسس اكس اكسس اند واي اكسس تمام والواي اكسس ايكوال ايه ديستنس تمام هنا زيرو اوكي الديستنس ان وات الديستنس ان كيلومتر والتايم ان وات اليونت بتاعت التايم ايه سكند اور اوكي اوكي طيب 1 كيلومتر 2 كيلومتر 3 كيلومتر اوكي لو انا جيت عملت هنا بوينت سوري خلي هنا برضو ايه 10 سكندز 20 سكندز 30 سكندز 40 سكندز اوكي وعملت هنا بوينت كده البوينت ديت بتقول لي ايه البوينت ديت سميتها بوينت فور اكزامبل بوينت 1 بوينت 1 دي يعني ايه حد يقدر يقول لي كل ايه بوينت 1 دي يعني ايه يا جماعه بوينت 1 دي لو جيت عملت هنا على اكس اكسس يعني هقول ايه ات 20 سكندز اهو ات 20 سكندز The distance cut is how many? About 20 seconds. Distance equal what? 2 kilometers. طيب لو انا جيت غيرت الكالر شوية عشان ما لخبطكوش وقلت هنا بقت color at ايه color عن point تانية point تانية ايه لو كده بصينا فيها هنلاقي ايه يلا حد يقول لي ال value بتاعت point 2 ها علي صوتك علي صوتك point 2 ايه at at 30 seconds الديستنس كام؟ 2 كيلومتر فيري جود علي صوتك شويه فيري جود اكسلنت يعني ايه الديستنس 2 كيلومتر؟ فيري جود يا جيهان علي صوتك شويه بليز يا حبيبتي يعني انا نقدر نقول لو انا عندي كار ماشيه اوكي ان ذيس فاليو اوكي الكار اهي ماشي ات زيرو اول حاجه مشيت وصلنا لبوينت 1 then we reached point 2 يبقى الكار مشيت from point 0 to point 1 في قد ايه؟ yeah. at which time؟ بقت 20 second very good يبقى from point 1 يبقى from 0 to point 1 التايم equal ايه؟ التايم equal 20 seconds تمام والديستنس ايكوال كام 2 كيلومتر فيري جود 2 كيلومتر طيب هل من خلال التو فاليز دي اقدر اعرف السبيد فروم بوينت 0 تو بوينت 1 اقدر هدي يقول لي السبيد ايكوال كام عمرو انت ها عمرو Don't make any annotation يا جماعة on my screen please. Why are you make annotations? طب عمر it's a last warning. Okay? والله مش عامل كده. في there's two أمر. Okay. اللي عامل كده وعارف نفسه مش بكلم واحد معانا. Okay. Okay. يبقى speed equal كام؟ speed. Hmm.
هو انا السبيد ايكوال ايه؟ السبيد ايكوال كام يا جماعه في الاول؟ speed is distance divided by time. So 2 divided very good. by يبقى speed equal distance divided by time. انا عندي هنا distance equal كام؟ 2 كيلومتر. يبقى equal distance equal 2 divided by time equal 20. يعني equal يبقى equal كام؟ فهتبقى equal 1 over 10. يعني equal كام؟ يعني 0.1. 0.1 ايه؟ 0.1 ايه؟ الفاليو ايه؟ الفاليو ايه؟ فاليو كيلومتر. ايوه لا مش بس مش كيلومتر بس، كيلومتر اوفر سكند. صح كده؟ صح كده ولا غلط؟ معايا جيهان؟ صح. مريم مش معايا النهارده ليه يا مريم؟ يعملها متر بس ده ملتبلاي. طيب لو جينا قلنا 0.2 بقى، 0.2 يا جماعه. فروم 0.1 واحده واحده معايا، اللي مش فاهم حاجه يقول لي. فروم 0.1 تو 0.2. From point 1 to point 2 أول حاجة التايم كام؟ التايم ايكوال كام؟ هم 30 seconds. From point 1 to point 2 إيه اللي حصل؟ التايم زاد 30 seconds. 30 seconds very good. طيب والديستنس؟ اتغيرت الديستنس؟ From point 1 to point 2 10 seconds عشان رايح من 20 لغايه 30. فيري جود، بس انا بتكلم اوفرول، انا بتكلم اوفرول 30 seconds. يبقى الديستنس ايكوال كام؟ واحد زيرو. لا الديستنس ستيل 2 ما اتغيرتش. يبقى اهو 2 كيلومتر صح؟ 2 كيلومتر اتغيرت. فيري جود، يبقى انا كده ايه؟ هل من بوينت 1 لبوينت 2 الكره اتحركت؟ حد يقدر يقول لي؟ لا from point 1 to point 2 الكرات هو مين بيتكلم؟ عملت حاجه اسمها ستيشنري. فيري جود. عمر ممكن تفتح لي الفيديو بتاعك عشان اتكلم معاك بليز؟ ماشي. ولا انت مكسوف؟ لا لا لا. اوكي ماشي ماشي. اوكي يا عمر حبيبي ازيك عامل ايه اخبارك؟ انا كويس والله. طب الحمد لله يا حبيبي. طيب يبقى from point 1 to point 2 الكره ما اتحركتش، يبقى السبيد ايكوال كام؟ السبيد هتبقى زيرو. ليه؟ بس سبيد ايكوال زيرو بسرعه اي ديستنس. فيري جود. ليه يبقى كده؟ اتريست. اكسلنت. تمام. فيري جود فيري جود فيري جود اكسلنت. يبقى فروم بوينت 1 لبوينت 2 اخدت ريست. اوكي بعدين عملت ايه؟ مشيت فروم بوينت 2 لبوينت 3. معايا جيهان؟ معايا يحيى؟ مريم حد فاهم حاجة؟ يا جماعة ردوا عليا بليز. دونت يعني انتوا عاملين ميوت كويس، لما اجي اسأل سؤال ردوا عليا. اوكي؟ يعني لما اجي اسأل سؤال ردوا عليا. ماشي فروم بوينت 2 لبوينت 3 ايه اللي حصل بقى فروم بوينت 2 لبوينت 3؟ ايه اللي حصل؟ راحت استنى يا عمرو شوية. استنى يا عمرو حبيبي، خلينا بقى ايه، خلي حد يتكلم تاني. يلا يا جيهان، يلا يا مريم، حد فيكم يتكلم؟ حد يرفع ايده. لا ما from 2 to 3 اللي حصل؟ from 2 to 3 تعال نتكلم from point 2 to point 3. from point 2 بطلت تتحرك. اتحركت برضه، ما اتحركت from point from 2 to point 3 increase point 3 اللي حصل؟ التايم ايكوال كام؟ التايم قد ايه؟ التايم قد ايه؟ 10 سكندز. 10 سكندز اوكي ماشي 10 سكندز. والديستنس الديستنس اوفر اول بس زيرو. لا اوكي بس فروم بوينت 2 تو بوينت 3 مشيت قد ايه في الديستنس؟ مشيت قد ايه؟ نيجاتيف 2 مشيت 2 كيلومترز بس، بس يعني ستيل 2 كيلومترز بس نوت نيجاتيف. رجعت ايوه رجعت. يعني ايه رجعت؟ السبيد بتاعها نزل. فيري جود فيري جود. زي ما انا رايح من المدرسه للبيت. فيري جود. برجع منها. ده بالظبط كده. يبقى انا هنا مثلا فور اكزامبل انا كنت ماشي هنا، انا قلت انا كنت في البيت صح كده؟ انا هنا كنت فين؟ في البيت. مشيت بوينت 1 رحت فين؟ رحت السكول. اوكي؟ وبعدين فضلت قاعد في السكول شويه. اوكي؟ يبقى انا هنا لسه سير ات سكول. اوكي؟ وبعدين اتحركت من السكول رحت رجعت فين تاني؟ رجعت
هوم 0.3 صح كده ولا غلط؟ تمام. طيب ممكن ناخد اكزامبل تاني. عندنا انا عندي هنا جراف كده، هرسم لكم بقى جراف كبير، يا ريت بقى لو سمحتوا تركزوا معايا. اهو اوكي صح، برافو عليك، دي سوبر تايم. ده التايم اوكي. وهنا الديستنس. ديستنس ان وات؟ ان كيلومتر. وهنا التايم ان وات؟ لا نعرف اليونت. time is how much in hour. اوكي دي هنا زيرو. اوكي طيب يبقى هنقول ايه؟ ادي 10 20 30 40 50 60. مريم ركزي معايا، التايم ادي 1 اور 2 اور، علي 3 4 5، يحيى 6 7 and 8. اوكي طيب نرسم جراف بلون تاني. اوكي كان في كور مشيت، لحد هنا اوكي، وبعدين مشيت تاني بالشكل ده، اتحركت كده، وبعدين اتحركت كده اوكي، وبعدين رجع التاني ل 0.8 دي. اوكي ادي بوينت ايه؟ ادي بوينت 0، دي بوينت 1، بوينت 2، بوينت 3، بوينت 4، بوينت 5. اوكي يلا كل واحد بقى يبعت لي على البرايفت شات كالاتي، عايز اعرف بوينت 2 الفاليو بتاعها قد ايه، وبوينت 4 0.5 0.5 0.5 بس. ايوه ايوه بس الفاليو بس يا جيهان. لا يا حبيبي عايز فاليو بس، فاليو بس يا حيح. انا لايه؟ هقول لحضرتك حاضر. بص ايه كده بالظبط زي ما علي بعت لي، يعني اقول مثلا بوينت 1 بوينت 1 ايكوال وات، بوينت 2 يعني مثلا انا قلت ايه بوينت 1 ايكوال كام؟ بوينت 1 ايكوال 2 and 20 صح؟ يبقى 0.2 ايكوال كام؟ 0.3 ايكوال كام؟ نعم؟ تمام يا حبيبي ماشي. 0.4 0.5 very good very good. اوكي
كل اللي بعت لي برافو عليه صح اكسلنت. طيب على فكره هو هنا احنا بنقول عليه ايه؟ اول رقم يبقى ايه اكسس؟ يبقى اكس اكسس. والتاني رقم واي اكسس. اكس اكسس اللي هو ايه؟ اللي هو التايم صح؟ والواي اكسس اللي هو ايه؟ اللي هو الديستنس. الواي اكسس هو التايم تمام. لا الديستنس ديستنس. والواي اكسس اللي هو ايه؟ الديستنس. تمام. بوينت 2 كام؟ 4 hours and 20 تمام. بوينت 3 5 hours and 30 بوينت 4 7 hours and 40 بوينت 8 8 hours and 0 total distance كام؟ total distance هو الفاليو الفاليو زيرو الفاليو زيرو صح. انا معاك ان الفاليو كل زيرو صح ماشي لحد دلوقتي اوكي مش عشان ما تلخبطش الفاليو صح. الفاليو اللي بتاعت واي اكسس على الجراف بتاعنا زيرو. طيب هل ممكن حد يقول لي 40 طيب يا حبيبي ماشي بس انا بتكلم بقى على الفاليو صح انت صح بس احنا بنتكلم على الفاليو الفاليو زيرو مش مشكله. طيب ممكن اعرف التوتال ديوريشن بتاع التريب ده قد ايه؟ التوتال ديوريشن اوف ذا تريب دي الافريج سبيد ايكوال لا 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 واحده 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 انت بتتكلم ما اعرفش ما اقولش افريج سبيد اقول توتال ديوريشن ما جبتش كلمه افريج سبيد دي خالص اوكي يبقى توتال صح يبقى التوتال ديوريشن ايكوال 8 اورز. ليه؟ لان التوتال نمبر اوف اورز ذا سبيد ذا تريب تيك از وات 8 اورز يبقى التوتال ديوريشن ايكوال 8 hours اوكي. طيب total distance ايوه 40 كيلومتر. طب نحسبها مع بعض هو هنا قد ايه from here to there قد ايه 20 على فكره ما اعرفش صح الحته دي البورشن ده ماشي قد ايه 20 كيلومتر 20 كيلومتر اه. طيب from 1 to 2 ماشي قد ايه كيلومتر 20 كيلومتر لا لا واحده 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 يا عم يا عم يا عم يا عم واحده 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 احنا بنتكلم مع بعض في ناس تانية موجودين معانا في الجروب فلازم كلنا نتكلم يا عمر بعد اذنك وانا قلت لك افتح الفيديو انت بتتكلم قافل الفيديو مش واخد دورك فلو سمحت ريسبكت اذرز. طيب فروم 1 تو 2 التوتال ديوريشن قد ايه؟ 2 hours. طب الديستنس قد ايه في مونت 2؟ ماشي قد ايه في مونت 2 يا مريم؟ ما مشيش ولا حاجه ما مشيش زيرو. ما هو فروم 1 كانت 20 عند 2 هو 20 كان اتريست يبقى هي دينت موف صح. اجين انا هنا كنت في البيت انا زيرو كنت في البيت 1 وصلت للسكول فضلت في السكول قد ايه؟ فروم 2 تو 4 في 2 اورز. بس انا هل انا وانا في السكول اتحركت رحت حته تانية؟ هاريم عامل ميوت ليه؟ حد يتكلم معايا يا جماعه. علي لا حلو يبقى فروم 1 تو 2 قد ايه ديستنس توتال ديستنس؟ ليه 20 very good صح يا جيهان excellent حد فاهم حاجه اوكي. طب from 2 to 3 total distance قد ايه؟ ها from 10 kilometers excellent تمام. طب from 3 to 4 distance قد ايه؟ 10 ها؟ from 3 to 4 10 برضه 10 كيلومترز ليه؟ لان هو كان 3 كان على 30 و4 بقى 40 فيري جود. طب from 4 to 5 from 4 ماشي قد ايه؟ 40
صح كده؟ حد فاهم حاجة؟ يبقى التوتال ديستنس ذيس كار موفد قد ايه؟ نجمع سميشن، سميشن اهو. أول حاجة ماشية 20 كيلومتر، زين 0، زين 10 كيلومتر، زين 10 كيلومتر، زين 40 كيلومتر. يبقى ده التوتال ديستنس. التوتال ديستنس 80 كيلومتر. فيري جود، اكسلنت. يبقى هو ماشي فروم 0 تو 4 40، وفروم 4 تو 5 رجعهم تاني 40. بقت كام؟ 40 كيلومتر، 80 كيلومتر، صح ولا غلط؟ So it basically took him 1 hour, that's 10 kilometers. اتفضل يا علي، عايز تقول ايه؟ صح يا حبيبي، برافو عليك. اتفضل يا علي، عايز تقول ايه؟ كنت هجاوب بس خلاص. طيب يا حبيبي، في حاجة مش فاهمها طيب؟ لا شكرا، كله فاهم. في حد الجرافتي ممكن نستخدمه عشان نلاقي السبيد، صح؟ طبعا طبعا. ما دام بص، السبيد، السبيد ديت عبارة عن ايه يا جماعة؟ احنا المرة اللي فاتت قلت لكم في فيري امبورتنت رول في السبيد. قلنا ايه؟ قلنا السبيد، وي هاف ا فيري امبورتنت رول للسبيد. خليكي معايا يا جيهان، بليز كونسنتريت. انا عندي اهو تراينجل اوف سبيد، تراينجل اوف سبيد اهو، تراينجل اوف سبيد اهو، شرحته المره اللي فاتت، وشرحته في الايه، في الانتر اكتف فيديو على على اليوتيوب، وادي هشرحه تاني. ادي تراينجل اوف سبيد، سبيد تراينجل. بقول ايه؟ سبيد ايكوال ديستنس اوفر تايم. Speed equal distance distance over time. يبقى distance اي any time I معايا distance ومعايا time اقدر اجيب السبيد، صح كده ولا غلط؟ ابص على الجراف تاني اهو، صح اهو، صح. I can get the speed at any point، صح ولا غلط؟ ليه؟ لان انا at any point I know x and y، I know the time and duration and the distance، صح؟ صح صح. فاهمين كده يا جماعه؟ طيب نرجع تاني نفتح الوورد فايل بتاعنا اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت وشرحناه مع بعض. اهو قدامي، كنا شايفين الوورد فايل. شفته تمام. ادي قدامنا، ايوه مش احنا كنا هناخد balanced and unbalanced forces؟ خلصناها، خلصناها اول حصه خالص، خدنا بعدها السبيد. ايوه، aren't we supposed to revise؟ aren't we supposed to revise؟ who is saying this؟ who is saying what is supposed to be done؟ Okay, if you want, if you have any question, please ask me and I will reply. Don't worry. يلا بينا نكمل، يلا بينا. طيب احنا كنا قلنا المره اللي فاتت مع بعض السبيد، اوكي يلا. احنا قلنا المره اللي فاتت السبيد عباره عن ايه؟ سبيد ايكوال ايه؟ ديستنس اوفر تايم، رايت؟ طيب يس اهو قدامنا التراينجل اوف سبيد اهو، ده اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. وقلنا السبيد ايكوال ديستنس كفرد ان ا سيرتن اماونت اوف تايم. ولو عايزين نعرف الديستنس بنعمل ايه؟ بنعمل سبيد تايمز تايم.
صح ولا غلط؟ Yes. طب لو عايزين نعرف، Yes. لو عايزين نعرف التايم بنعمل ايه؟ بنعمل distance divided by speed. very good very good excellent. طيب لو عايزين نعرف بقى ال distance بنعمل ايه؟ speed times time اهو. يبقى distance speed times time. طيب time equal ايه؟ time distance over speed. تمام. بس لازم ناخد بالنا من يونت. يعني ايه ناخد بالنا من يونت؟ يعني distance in ايه؟ in meters. والتايم ان ايه؟ ان سكندز. صح؟ تمام. يعني لو جات لنا في كيلومتر نحول الكيلومتر من المتر. لا مش لو احنا مش عايزين نحفظ يا جماعه، احنا لازم نعمل ايه؟ لازم نعرف مع بعض هو عايز مني ايه؟ يعني بص السؤال ده معايا، هناخد اكسرسايز مع بعض على السبيد وبعد كده هنخش على الديستنس مع بعض، اوكي؟ عشان اللي عايز يعمل ريفيجن، ولو حد عنده اي سؤال في الريفيجن في حاجه انا ما شرحتهاش ابعت لي اي وقت على البرايفت، انا ممكن اعمل معاك اي ريفيجن انت عايزه، اوكي؟ طيب a car travels a distance of 210 meter، يبقى distance equal كام؟ 210 متر. تمام. ان تايم قد ايه؟ التايم قد ايه؟ فيري جود. التايم بتاعي 6 سكندز. خلاص؟ يبقى كده دي الديست، ممكن اخده كده على جنب، اكتب هنا على جنب اهو الديستنس ايكوال 210 متر والتايم ايكوال 6 سكندز. اوكي؟ ده الجيفن بتاعي، ده اسمه ايه؟ الجيفن بتاع الكويشنز. يعني ايه الجيفن؟ يعني ده الانفورميشن اللي باخدها عشان ابدا احل الكويشن بتاعي. اوكي يا يحيى؟ يحيى وليد معايا؟ ماشي يا حبيبي. اول سؤال بيقول لي ايه؟ كالكوليت ذا سبيد اوف ذا كار ان متر بير سكند. اهو شفت بقى؟ اهو قال لك اهو. قال لك ان متر ان سكند اللي كان بيسالني من شويه لازم احولها ولا لا؟ هو طلب منك متر ان سكند. يلا مين هيحول معايا اول سؤال يجاوب معايا؟ يبقى سبيد ايكوال ايه؟ سبيد لسه قايلين سبيد ايكوال ايه؟ ديستنس ديفايدد باي تايم. يعني ايكوال كام؟ 210 ديفايدد باي 6 يعني ايكوال كام؟ هم 400 35 متر بير سكند. تمام. السؤال اللي بعديه نمبر بي بيقول لي ايه؟ كالكوليت ذا ديستنس ان متر ترافلد باي ا كار ان 14 سكندز. اهو غير جيفن، غير جيفن اهو، بدل ما كان 6 سكندز بقت كام؟ بقت 14 سكند. معايا يحيى؟ يبقى السبيد هتبقى ايكوال كام؟ الديستنس هي اللي هي كام يا يحيى؟ 210 والتايم ايكوال كام؟ 14 سكند. يبقى ايكوال كام؟ 210 ديفايد باي كام؟ باي 14. اوكي 15 متر بير سكند. اكسلنت ايكوال 15 متر بير سكند. طيب نمبر سي بيقول لي ايه في نمبر سي؟ كالكوليت ذا تايم تيكن ان سكندز. يبقى عايز اعرف التايم فور ذا كار تو ترافل ا ديستنس اوف 19,000 1925 متر. يبقى هو عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف التايم. يبقى عايز اعرف التايم، يبقى هو مديني ديستنس، برسم الترانجل بتاع السبيد جنبي اهو عشان ما انساش. اهو ادي الديستنس وادي السبيد وادي التايم. ليه؟ سبيد ايكوال ديستنس اوفر تايم. عايز اعرف التايم، يبقى التايم ايكوال كام؟ تايم ايكوال ديستنس ديفايد باي سبيد. طيب هو مديني ديستنس كام؟ اوكي 119.25 متر ديفايد باي سبيد. سبيد ايكوال كام يا جماعه؟ سبيد ها سبيد هتبقى ايكوال سبيد احنا بنقول ايكوال هناخد اني ويتش فاليو؟ اني فاليو 35 اكسلنت او 15 ما دام هو ما حددليش يبقى اتس فري فور يو تو دو تو يوز. اوكي بس مستر في البي احنا ليه لقينا السبيد؟ هو قال كالكليت ديستنس. لا كان عايز سبيد برضو. صح. اوكي يلا يبقى التايم ايكوال كام؟
19 25 divided by 35. Equal كام؟ 55 seconds. Okay. 55 seconds. Okay. نخش بقى على الدرس بتاعنا النهاردة اللي احنا كنا شرحناه من شوية. احنا قلنا ايه؟ does the meeting هيخلص اقل من دقيقة. يعني نعمل rejoin؟ ان شاء الله. Very good. طيب. بيقول لي الجراف في قدام اديني الجراف زي ما احنا كنا شرحناه قبل كده. عندي الاكس اكسس والواي اكسس. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا يا جماعة. اوكي يلا بينا يا يحيى. انت اول مرة تخش معانا يا يحيى النهاردة صح؟ ايوه يا استاذ اول مرة. وايه رأيك في الشرح؟ كويس جميل. فهمت يعني؟ ايوه فهمت كتير. طيب يا حبيبي الحمد لله. يلا بينا. استنى طيب بقيه التيم يخش معانا عشان احنا في ناس كده ما دخلوش معانا. جمال. جمال، ادم، عمرو، لجين، مريم. يا جماعه الناس اللي ساكته دي ساكتين ليه؟ احنا عايزين نتكلم مع بعض. اذا في حد عنده سؤال او اي حد عنده اي استفسار يسالني. انا يعني ما حدش يسكت. مش عايزكم يا جماعه ساكتين كده معايا، عايزكم تتكلموا معايا. يو ماست توك. يو ماست توك ا لوت كمان في ديورينج ذا ليسن. بس اتكلموا معايا انا عشان لو في حد مش فاهم حاجه اشرحها له تاني. صح ولا غلط؟ ما حدش يتكسف مني يا جماعه. اوكي؟ يلا بينا. طيب يبقى انا ده الجراف اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا انا عندي جراف which describe distance and time. وقلنا اسمه ايه؟ اسمه distance and time graph. خلاص؟ قدرنا من خلال distance and time graph نعرف كل فاليو بتعبر عن ايه؟ فاليو A، فاليو B، فاليو C، and فاليو A again اللي هو رجع لها تاني، واخد بالك؟ وخدنا بالنا هنا في ايه؟ في هنا portion 1 اللي هو in blue، portion 2 in yellow، portion 3 in green، portion 4 اوكي؟ وعرفنا ان كل portion ده بيعبر عن ايه؟ التايم اوكي؟ يعني from هنا البلو portion ده التايم، اليلو portion تايم اوكي؟ حد عنده اي سؤال في الجراف دوت؟ حد حابب يسالني اي سؤال في الجراف دوت قبل ما اخش النقطه اللي بعديها؟ اوكي ماشي. بص مع بعض الاكزامبل دوت بيقول لي This distance time graph shows a short train journey between two stations station P A station B which is leaving and a station R arriving. Okay? طيب. The train leaves station B at what? At time equal zero. Okay? معايا يا جماعة؟ مين هيحل معايا أول إيه؟ Number A. The train takes 20 seconds to travel from P to R. يعني from P to R takes how much, how many seconds? 20 seconds. هو هنا كاتب كام؟ 200 seconds اوكي؟ from P to R اهي النقطة ديت اوكي؟ then the train stops at station R for 140 seconds يعني from point R here
قد ايه الديليشن دوت؟ هو هنا مدولك قد ايه؟ 140، يبقى دي ايكوال كام؟ 140 سكندز. اوكي؟ حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ ازاي جبت 140 سكندز؟ هقول لك، هو هنا البوينت كام؟ 200، وهنا ايكوال كام؟ لو جينا عملنا بالجراف هنا ايكوال كام؟ 340. يبقى التوتال ديوريشن، لا يا حبيبي هنا اهو اهو اهو. اه اوكي ماشي 340. تمام؟ لو عملنا 340 ماينس 200 ايكوال كام؟ 140. 140 فيري جود. صح كده؟ فاهمين بوينت ايه فاهمينها، بوينت بي فاهمينها، بوينت سي فاهمينها. تمام. بوينت دي بيقول لي ايه؟ ذا ترين ذن ترافلز باك فروم بوينت باك تو بوينت بي ان ا تايم اوف وات 100 سكند. يبقى هنا ايكوال كام؟ يبقى فروم 340 لبوينت بي اخيره قد ايه؟ هاو ماني سكند؟ 100 سكند اهو. يبقى الفاليد ايكوال كام؟ الفاليد ايكوال كام؟ ايكوال 340 بلس 100 اهو، اللي هو مديها لك دي. حد فاهم حاجه؟ يعني انا كنت واقف عند بوينت ار، وبعدين قعد قد ايه؟ ماشي 100 سكند معايا. 100 سكند بلس ايه؟ بلس 340 ايكوال كام؟ 440. ثانية مش ديفرنت، هنا عمل سميشن. حد يا جماعة فاهم؟ حد عايز يسألني سؤال؟ حد فاهم حاجة؟ حد عنده سؤال يسألني؟ أستاذ، هو هي ليه بتبقى مثلا 340 مش 350؟ أنا فاهم إن الأرقام دي ممكن تبقى شوية صعبة، بس هو بيحطها كده ليه؟ عشان نتدرب تريننج على احنا نطلع فاليو من الجراف. احنا لازم ناخد معانا رولر ونشوف الجراف بتاعنا ونطلع فاليو من الجراف. اوكي، احنا خلاص وي ار اولموست ليفل جريد 8 جريد 9 خلاص، يعني احنا داخلين على ادفانسد. اوكي طيب، يبقى احنا هنا فهمنا جت هنا 340 جت منين يا مستر؟ مين؟ محمود وليد. اتفضل يا محمود. انا بس عشان انا عايش في بلد تانية، فانا يعني الساعة بتاعتي ساعتين يعني اكتر من مصر. ايوه، انا عايز اعرف اكتر الحصة بتاعت مصر المفروض هنا. حاضر يا حبيبي، حاضر. طيب يا حبيبي، يعني جيب بس about few minutes وهنخلص ان شاء الله. لو انت عندك سؤال وعايز تخش تنام، نام وبعت لي سؤالك، مش مشكلة، اي وقت هبعته لك. بس let us complete our lesson please يا محمد، بس we are almost done. اوكي يا حبيبي. يبقى احنا عندنا هنا بوينت ار از ليفينج، قلنا بوينت ار قد ايه؟ 340. وبعدين بيقول لي فروم بوينت ار هي ريتيرند باك تو ستيشن بي ان ا تايم اوف وات 100 سكند. يبقى عملنا 100 سكند بلس 340 بقت كام؟ بوينت لاست بوينت ايكوال كام؟ 440. طب لو انا جيت سالت هنا قبل ما اكمل السؤال، التوتال تايم، توتال تايم، توتال ديوريشن ايكوال كام فور ذا تريب اوف ذا ترين؟ 47. اكسلنت. حد عنده سؤال؟ حد عارف جبتها منين؟ حد عارف يحيى جابها منين؟ لا احنا فاهمين. اوكي خلاص. بوينت اي ات وات سبيد، اول سؤال اهو، اول سؤال بيقول لي ات وات سبيد داز ذا ترين ترافل فروم بوينت بي تو بوينت ار. يعني ايه فين بوينت ار؟ اهي بوينت ار اهي، غير القلم عشان ما حدش يتلخبط. بوينت ار اهي، بيقول لي عايز اعرف السبيد. سبيد داز ذا ترين ترافل فروم بوينت بي تو بوينت ار. طيب عشان اعرف السبيد لازم اكون عارف ايه؟ سبيد ايكوال كام؟ لازم نعرف سبيد ايكوال ديستنس اوفر تايم. اكسلنت. طيب التوتال ديستنس فروم بوينت بي تو بوينت ار ايكوال قد ايه؟ هاو ماني متر؟ التوتال ديستنس 2000. اكسلنت. حد عارف ليه جت 2000 يا جيهان؟ يحيى اهي اهي. لا اهي 2000. اه عشان 2000 الديستنس ده، بس هي وصلت 0. انا مش لا. متحسب
حبيبي لا ثانية واحدة، هو بيقول لي ايه from point B to point R، اهي point R اهي، يبقى الترين كان ماشي من بوينت زيرو طلع من الستيشن وصل بوينت ار، يبقى هي هذا سبيد. سبيد ايكوال كام؟ ديستنس اوفر تايم. التوتال ديستنس 2000 متر. التايم ايكوال كام؟ 200 كام؟ 200 ايه؟ 200 سكند. يبقى السبيد ايكوال كام؟ زيرو 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 زيرو. اكسلنت ايكوال 10. اكسلنت اكسلنت اكسلنت، صح يا جماعه، برافو عليكم. 10 متر بير ثانية. حد عنده سؤال؟ لا هنا حد فاهم، حد مش فاهم حاجة؟ لا. طيب جيهان، زياد، آدم، لوجين، منة، محمد، سارة، يحيى، حد عنده سؤال؟ لا. اوكي يا جماعة، ثانك يو يا جماعة. طيب اوكي نخش على البوينت اللي بعديها، بوينت اف. حد يقرا بقى السؤال عشان اتعبت. اتفضلي يا جان. What is the speed of the train on the way back from station R to station P? يبقى هو عايز يعرف ايه هنا؟ The speed of the of going back from ايه؟ From station R to station P. نعمل برضه هايلايتنج from station R هنا، بدأ يعمل leaving للايه؟ للستيشن. وصل ايه؟ عمل returning back to station B. Right؟ اهو. عايز اعرف السبيد، واحنا عارفين سبيد يعني ايكوال كام؟ سبيد يعني ايه؟ يعني سبيد ايكوال ديستنس اوفر تايم. تمام. طيب ديستنس ايكوال كام؟ فروم بوينت بي، خلي بالك ما حدش يتلخبط هنا يقول لي توتال ديستنس ايكوال كام؟ لا، هو قال لي فروم بوينت بي تو بوينت ار، يبقى انا لازم اعرف كان هو كان كام؟ كان 2000 اهو، وصل بقى زيرو، يبقى توتال ديستنس ايكوال كام؟ point 2000. 2000 excellent. تمام. طب والتايم from point B to point R قد ايه؟ لو 150. لا واحدة 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 واحدة، نبعت البرايفت، نبعت الانسر برايفت بليز كلنا from point R to point B. I want to know the time. Only from point R to point B. نبعت private. حدش يبعت ايه؟ In public. صح يا يحيى، برافو عليك. صح يا عمرو. جيهان you must concentrate again please from point R to point B not the total time يا حبيبتي. صح يا منة، concentrate جيهان. Do it again, I will wait for you. okay. حد هيبعت تاني ولا خلاص كده؟ صح يا جيهان، لوجين يعني you are almost but please concentrate from point R to point B. هو مديها لي، هو قايل لي from point R to point B. طب نقول يا جماعه جت منين؟ هو بيقول لي نمبر دي اهو في الجيفن، بيقول لي the train travels back from to station B اهو at the time of 100 second. at the time of 100 second. at the time of 100 second. اذا التايم ايكوال كام؟ 100 second. هو ده اللي عايز يعرفه. what is the speed of the train of going back from R to B. يبقى from R to B equal كام؟ 100 second. يبقى انا عندي distance equal كام؟ 2000 meter divided by 100 second. يبقى equal كام speed؟ 0 0 0 0. يبقى 20 meter per second. حد عنده سؤال؟ الجراف صعب ولا سهل؟ الجراف صعب ولا سهل؟ لا سهل. يبقى احنا قدرنا نعرف النهارده الجراف اللي بيكنترول الديستنس اند سبيد. افتح لكم الورك بيبرز اهو. قدرنا نعرف نقسم الجراف بتاعنا انتو ستيشنز، ونعرف كل ستيشن ايكوال
ال distance قد ايه وال time قد ايه، قدرنا نطلع ال point values of the graph زي ما احنا شايفين كده قدامنا، قدرنا نعمل extract ال total distance and total duration of any trip. اوكي، درس النهارده is very important وبيعتمد على درس بتاع السبيد. النهارده اللي ما ذاكرش درس السبيد يذاكر درس السبيد ويبدا يراجع الدرس بتاع النهارده. ولو حد عنده امتحان او عنده اسئله او عنده ورك بيبرز قريب هو داخل بيها امتحان يبعتها لي وانا احلها مع بعض، محدش يكسف مني. اوكي استاذ، انا عندي سؤال. اتفضل يا حبيبي. هو ده هيجيلنا في انهي جريد؟ في سنه كام؟ بص، دوت موجود في جريد 7 وموجود في جريد 8. انا بشرح دلوقتي جريد 8 كامبريدج. اوكي، مين اللي بشرح جريد 8؟ اوكي ال 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 بص، جريد 7 جريد 8 اند جريد 9 all of them are accumulative، بيترتبوا على بعض. اوكي، هي نفس السبجكتس، بس in each grade it is going to be expanded a little expanded a little. فانت لازم تكون فاهم كويس قوي ومتحفظش، محدش يحفظ حاجه. اوكي يا يحيى، نحل مع بعض سؤال تاني ولا كفايه كده عليكم؟ نحل مع بعض سؤال تاني ولا كفايه كده عليكم؟ لا، سؤال. اوكي، سؤال كمان. اوكي، اللي تعب مني او يعني he won't excuse because it is late for him you can excuse no problem. اوكي، نمبر 4، يلا اتفضلي يا منى، رفع ايدك ليه؟ اوكي يا حبيبتي اتفضلي، ريدي اند انسر. First part of the journey, he bought a bicycle at a constant speed. Marcus then stopped to talk to a friend. For okay. The last part of the journey, he rides his bicycle at lower constant speed than before. Very good. A. Sketch a distance time graph for Sam's journey. Okay. And then label each part of Sam's journey on the graph. خلينا حاجة حاجة. هو بيقول لي إيه دلوقتي؟ هو عنده في ماركس، ماركس ذا بوي از ميكينج ا جورني فروم هوم تو ا شوب. يبقى انا عندي بوينت A اللي هي الهوم، بوينت B اللي هي لاست بوينت هي شوب. تمام، فور ذا فيرست بارت اوف ذا جورني، يعني ايه فور ذا فيرست بارت؟ يعني هي از جوينج تو تيك ذيس جورني انتو ايتش بارت. يبقى ذا فيرست بارت اهي، هي رايدز هيز بايسكل ات ا كونستنت سبيد. ماشي، ماركوس زين ستوب تو تيك، يبقى اول حاجه هيكون كونستنت سبيد. يعني ايه كونستنت سبيد؟ يعني each time يعني against straight line speed. straight line very good. اهو ادي هرسم الجراف اهو. اوكي اوكي، ادي time on x axis وعندي distance on the y axis. تمام، zero. اول فيرست مش ما دام ما حطيتش ارقام انا مش هحط له ارقام برضه. اوكي، ات از فيري ايزي. الكونست سبيد يعني ايه؟ يعني ستريت لاين اهو. اوكي، ادي بوينت ايه، ستارتنج بوينت. زين مارك ستوبس تو توك ا فريند، يعني ايه ستوبس؟ يعني ايه ستوبس؟ يعني مش يحرك، مش يبقى يحرك ستيشن. يبقى سيم ديستانس بس التايم از ايه؟ تايم از جوينج اون، تايم از جوينج اون، صح؟ ادي تايم از جوينج اون بس سيم ديستانس، ادي ديستانس اهي اهو، تايم از جوينج اون بس سيم ديستانس، صح كده؟ زي ما خدنا قبل كده، ادي التايم از انكريزنج اهو، تايم از انكريزنج بات سيم ديستانس، هي دينت موف، رايت؟ يس. اوكي، فور ذا لاست بارت اوف ذا جورني هي رايد هيز بايسكل ات لوور سبيد ذان ذا سبيد ذان بيفور. يعني ايه لوور سبيد؟ يعني هي توكس ا لوت اوف تايم، صح؟ يعني مور تايم، هي توك مور تايم، يعني هو كان رايح بسرعه عاليه فخد له تايم، but in his going back he took a more time. يعني more time، more time يبقى he's going back at more time، يعني هيبقى الجرافي بقى كده اهو. حد واخد باله من حاجه؟ انا جيت قلت اهو، قسمت الجورني بتاعتي، بس هو بيكمل قدام مش بيرجع. تعال نشوف مع بعض. اوكي، تعال نشوف مع بعض. For the last part of the journey. ايوه، he rides his bicycle at lower constant speed than before. يعني الجيرني من الهوم تو الشوب. بالظبط.
ايه رأيك؟ يبقى صح ولا غلط؟ اهو على فكرة هما لسه بيكلموا لقدام ازاي؟ عشان هو لسه الجيرني بتوين الهوم والشوب، مش قال هو هيجي هو ما كمليش تاني. انا فاهم قصدك، بس هو ما كمليش. فما دام ما كمليش انا مش هقول بقى هو عمل ايه خلاص. صح، فيري جود يا عمرو، يور بوينت اوف ثينكينج از فيري جود. تمام تمام يبقى انا كده عملت معايا. منى ولا ايه؟ منى راحت فين؟ منى انت قريتي الكويستشن وسكتي ليه؟ تمام يا جماعة، احنا كده خلصنا الحصة بتاعتنا النهاردة. شكرا ليكم، ولو في حد عنده اي سؤال، لو حد عنده اي كويشن يجي يسألني وانا تحت امركم ان شاء الله. تصبحوا على خير.